إذن مشاهدينا الكرام، حول موضوع العمليات العسكرية في الأنبار معنا مراسلنا بلال عيد. بلال، هل لك أن تضعنا بالصورة بخصوص ما يجري من عمليات عسكرية في الأنبار؟ نعم، اليوم التاسع من شهر 11 بدأت العمليات منذ انطلاقها منذ أسبوع تقريبا. هناك دور في العمليات العسكرية بخصوص مدينة الرمادي بسبب الأمطار، أولا لا تزال مستمرة الأمطار في مدينة الرمادي، وأيضا هي تكون ذات فائدة بالنسبة للعوائل المحاصرة داخل مدينة الرمادي. وهناك منذ يومين خروج للعديد من العوائل المحاصرة داخل المدينة ووصولهم إلى مدينة الحبانية السياحية. أعتقد أنها خطة أو فد هدنة أو فد طريقة أخرى لإخراج العوائل من المدينة وإخراجهم من العراق الداخلي. طيب، في مدينة الرمادي. طيب بلال، يعني هل هناك مسك للأرض من قبل الأهالي أو العشائر بعد استعادة هذه المناطق من قبل تنظيم الدولة؟ نعم، عفوا، من قبل من قبل داعش أقصد، يعني هل هناك يعني مسك للأرض من قبل العشائر وأبناء المناطق الذين يواجهون تنظيم داعش حاليا؟ نعم، يعني هناك مسك للأرض من قبل قيادة شرطة الأنبار، تقوم بتحريك الأفواج التابعة لقيادة الشرطة. وأيضا بانتظار حشد الأنباري أو الحرس الوطني أو تسميات كثيرة لهذه العشائر أو أبناء العشائر. لكن اليوم أبناء العشائر بحاجة إلى دعم حكومي حقيقي، يعني الحشد الأنباري أو الحرس الوطني الأنباري أو أبناء العشائر هم بحاجة إلى أسلحة متطورة، بحاجة إلى آليات تمكنهم من مسك الأرض. فاليوم لا يمكن مثلا لأبناء العشائر أو الحرس الوطني أو الحشد الأنباري أنه يمسك أرض بندقية خفيفة في حالة حدوث هجوم أو كذا، وهذه مطالباتهم. أيضا بالنسبة لرواتبهم، يعني اليوم الحشد الأنباري لا يملكون رواتب، فهذه معضلة، يعني أفواج وكذلك الحرس الوطني. نعم، إذن مراسلنا بلال عيد كنت معنا من الأنبار، شكرا جزيلا لك.